السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فريق الحمام بينهم التطوع يقوم بعملية إصفار الأجسام وأخذهم إلى المول لغرض ترفيه وتناول وجبة إصفار. لكن المشكلة أنه حاليا إحنا أمام مول منصور، مول منصور يعترض ويستنكف من دخول الأجسام إلى المول. ليش؟ ما حد يعرف. شنو السبب؟ ما حد يعرف. أجسام ليش ما يطب المول؟ مع العلم يعني حتى تكون بالصورة أنه العملية مو مجانية. اكو متبرع جزاه الله خير هو اللي يتكفل بهاي العمليه كلها وبالمبالغ اللي يتعاملون بها ويا باقي المواطنين، لكن الايتام هؤلاء ما يسرقون المال. ليش ما يسرقون المال؟ ما حد يعرف. يعني هذه نقطه احنا يعني ما نعرف شلون يعني صراحه نعبر عنها. يتيم حاله حال باقي، شنو يختلف؟ ما حد يعرف. كل واحد يخلي نفسه او يخلي عفوا اولاده بمكان هؤلاء الايتام. يعني ابني باكر ما يسمحوا له يطب مول. ليش؟ شنو؟ ما مو مثل البشر الباقين، لو ما عنده صلاحيات البشر الباقين يطب مول. على كل احنا راح نحاول نبحث عن مول اخر، ما راح نتوقف ولا راح نمنعهم من هذه الفرحه، وان شاء الله نكمل المشروع اللي بدينا به.